أخبار غريبة وسريعة، ده أغرب خبر النهاردة وأغرب خبر في الكوكب. اكتشف إن زوجته راجل، واحد في أندونيسيا صلى على الحبيب، وعايل في أندونيسيا كده عنده 26 سنة، المهم يتيم ما عندوش أب وأم وبتاع، فقال لك الله كمل نص ديني وبتاع، فتعرف على واحدة على الإنترنت، حرجبه اللي جاب الإنترنت وحرجبه اللي جاب وسائل التواصل الاجتماعي، فتعرف عليها واتجوزها. فلما اتجوزها جه في ليلة الدخلة، أصل أنا مربوطة، أصل أنا تعبت، طب زي بعض. تاني يوم أصل والله مش أه ما طب زي بقى، تاني يوم تالت يوم 12 يوم وهي بتتقرب من البنت، فقال لك الا الحكايه دي فيها ان واخواتها، فقعد يراقبها فشافها وهي بتطير ميه كده، فقال لك لا ده ايه ده، ده ابن عمي، فاكتشف ان هي راجل، فقال لك يا خراب، تخيل نفسك يا ولد عم تروح تجيب ذهب وتجيب مش عارف ايه وتصرف دم قلبك وفي الاخر يطلع متجوز راجل. فطلع يجري على الشرطه وراح مسلمها للشرطه، فاكتشف ان اكتشفوا ان هي، شوف ادي وسائل التواصل، ادي الانترنت، ادي وظيفت عم يودينا لفين، هتلاقي نفسك في الاخر عامل نفسك صايع وفلاتي ومقطع السمكه ودينه، وفي الاخر خلاص تلاقي نفسك لابس واحد صاحبك، تلاقي نفسك لابس تخيل انت يا ابن عم، يعني شوف شوف الحكايه دي، شوف العجب العجاب اللي وصلنا فيه في هذا العالم، ان واحد يتجوز راجل. انا عايزك تقول لي لو الحكايه دي حصلت معاك انت هتعمل ايه؟ هتطخ هو ولا هتطخ نفسك ولا هتشق خلقاتك ولا هتعمل ايه؟ اكتب لي رايك في التعليقات وايه؟ وشكرا.